طبعا الآن الساعة 6:30 الصبح، مدينة أربد الجميلة. الله يفرج يا رب على العباد وترجع الحياة طبيعية، اللهم آمين يا رب. يسألني وين المكان، هاي أربد مول، هاي أربد مول يابيلي. شوفوا المنظر مع أحلى ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هيك بصير جايبين لي فندق الجود. هاي مدارس العربية. Thank you.